السلام عليكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ اليوم سنتعلم سورة جديدة وهي سورة الفيل. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ. سورة الفيل هي سورة مكية وعدد آياتها 5. الكعبة هي بيت مقدس عظيم أمر الله تعالى نبيه إبراهيم أن يبنيه، وأمر الناس أن يزوروه عند الحج ويعبدوا الله تعالى عنده. بدأ الناس يعبدون الأصنام بدلا من عبادة الله، ومع ذلك جاء رجل اسمه أبرهة الحبشي وقد بنى بيتا له في الحبشة بدلا من الكعبة المكرمة، ولكن لم يزره أحد، فأراد أن يهدم الكعبة حتى يحج الناس إلى بيته الذي بناه. جمع أبرهة جيشا وأحضر معه فيلا كبيرا لهدم الكعبة، ولكن امتنع هذا الفيل عن هدم الكعبة ورفض أن يتقدم، فكلما سحبوه باتجاه الكعبة جلس على الأرض. وبعد ذلك أرسل الله تعالى طيورا تحمل حجارة في مناقيرها وأرجلها ترميها على الجيش، وبذلك انهزم جيش أبرهة ونجت الكعبة من هذه المؤامرة بتقدير وحفظ من الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم
حجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من
جعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول.